بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد شهاب الدين رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية بنغلاديش الشعبية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد شهاب الدين رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.